بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا متابعينا، معكم الدكتور محمد غزال ليشرح معاكم اليوم تجربة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم. هذه المنهجية التي تكلمنا فيها مرارا في الدروس السابقة، وقفنا الآن على مرحلة التحليل. طيب، مرحلة التحليل زي ما تفضلنا لديها مجموعة من الأدوات. اليوم سنركز الحديث عن البيرسونا، ألا وهو الملف الشخصي للعميل المستهدف. اليوم احنا تكلمنا، قلنا العميل المستهدف يعبر عن مجموعة من المستهدفين. أصبح كمرحلة تسبق تعريف البيرسونا، يجب أن نتعرف على الفئات المستهدفة، وأن ننتقي النموذج أو الشخص النموذجي الذي يعبر عن هذه الفئة، ونقدم له بيرسونا، نقدم له نموذج شخصي. هذا النموذج الشخصي يوجد فيه بيانات هذا الشخص، اهتمامات هذا الشخص، أهداف هذا الشخص، ما يحب، ما يكره، كل الرغبات وكل الاحتياجات وكل البيانات التي تفيدنا في تصميم هذا التطبيق الذي يتناسب مع هذا الفرد الذي يعبر عن المجموعة، هو المطلوب أن نجمعه حتى نبني بيرسونا، وهي أداة مهمة جدا، وهي الأساس الذي سننطلق عليه في التصميم وسنعتمد عليه في التصميم. ومن ثم باستخدام مصادر موثوقة، ما بقدر أجمع هذه البيانات بدون ما أقابل، بدون ما أشوف بيانات موثوقة تأتي بالمقابلة الفردية أو تأتي بمستندات رسمية من هذه المؤسسة لتعبر لي عن هؤلاء الأفراد، ونعرفهم حقيقي المعرفة حتى نعبر لهم عن منتج يمثلهم أو يكافئ هذا الاحتياج. ومن ثم يجب أن نحرص على انتقاء المستخدم المثالي. من المستخدم المثالي؟ الذي يعبر عن المجموعة، لأن هذا البيرسونا سيعبر عن مجموعة ولن يعبر عن فرد واحد، لأننا لن نستطيع أن نجمع لكل فرد من الأفراد المستهدفين بيرسونا خاصة فيه. لذلك يجب أن نركز على النموذجي، الفرد النموذجي أو المستخدم النموذجي. بنتكلم هنا عبارة عن تمبلت موجود. التمبلت هنا وفرقنا بين طرفين، إذا كان عندي موجود هذا Document Designer وهذا Content Creator. أصبح اليوم هذا الفرد اللي هو اسمه X وهذا الفرد اللي اسمه Y، هذا فرد ذكر وهذه فرد أنثى. بنتكلم هذا له مسمى وظيفي وهذا له مسمى وظيفي. أصبح هذا الفرد يعبر عن أصحاب المسمى الوظيفي هذا، ويعبر عن الذكور من هذا المسمى الوظيفي، إذا أحسننا أو دققنا في موضوع التفصيل. طيب، اليوم نتكلم بايو داتا اللي هي البيانات الرسمية لهذا الشخص، اسمه، مكان سكنه، الو عمره، الجندر تبعه، مستواه في الوظيفة أو مستواه في العمل، هو متقدم، هو مدير، هو لسه إيش رتبة الوظيفية في المكان اللي إحنا رايحين نخدم أو نخدم في هذا المكان من خلال المنتج اللي إحنا رايحين نصممه. من ثم الأساس، الأهداف الأساسية التي يجب أن نعبر عنها من خلال احتياج هؤلاء الأفراد. كل فرد له أهدافه، من خلال أهدافه يود تحقيقها من خلال منتجك. أنا بدي أسهل عملية الشراء، أسهل عملية مثلا تتبع العملاء. أنا بحتاج أني أصل للعميل المثالي. أنا بحتاج هنا في حال إذا كان نتكلم عن منتج اللي هو موقع تجاري. طيب، اليوم هذا عنده أهداف، يجب أن يعبر عن أهدافه اللي بده إياها من هذا الموقع أو من هذا التطبيق. يجب أن يحدد I must، أنا بحتاج X Y Z، يجب أن يعبر ما الذي يحتاجه وما الذي يعبر عنه شخصيا. يجب أن يعبر عن سلوكه، إيش السلوك اللي بيحبه؟ بيحب والله مثلا يفتح التطبيق من الموبايل؟ لا، بيحب يفتح التطبيق من الديسكتوب أو من اللابتوب. بيحب مثلا يفتح في الليل أو في النهار. السلوك هذا يجب أن يتم التعبير عنه من خلال هذا الفرد، لأنه أي سلوك يرغب فيه ينعكس أوتوماتيكي على طبيعة المنتج وعلى طبيعة تصميم المنتج. طب من السلوك، هو بينزعج من تخالط الألوان، مثلا الهوت كولر، أصبح بدي أروح على الكول كولر. ممكن الكول كولر يكون عنده والله في عنده إشي محدد أكثر من العمومية، لا ممكن يكون بده والله إشي لايت، مثلا اللون الأصفر.
هو بيحب من السلوكيات تبعته بيحب يقرا، اصبح بيقول لك انا بحب اقرا فبدي بيئه ايش، بيئه هادئه للقراءه. اصبح هذه السلوكيات وتجميع هذه السلوكيات حيعبر لنا عن احتياجات حقيقيه لليوزر انترفيس. قديش احنا جمعنا في السلوكيات اللي بيرغبها هذا الفرد، قديش انا قدرت اصل لفيتشرز او مزايا خاصه في اليوزر انترفيس حتى اقدم تجربه حقيقيه في بناء منتج حقيقي وهذا المنتج يكون ناجح. اخر شيء اي ماست نوت اللي انا ما برغبه، انا ما برغب الالوان مثلا الهوت كلر، انا ما برغب الخطوط الكبيره، انا ما برغب مثلا العمل بالليل، انا ما برغب كذا وكذا. فاليوم اللي انا بديش اياه يجب ان اعبر عنه، واللي انا بحبه بدي اياه يجب ان اعبر عنه، السلوك تبعي يجب ان اعبر عنه، اهدافي من التطبيق او من الحلول اللي انا رايح استخدمها في مؤسستي او انا بدي تفرض عليا في مؤسستي يجب ان اعبر عن اهدافي، بحيث انه الحل لما بده يجي ليلامس احتياجي ويحقق اهدافي ويتماشى مع رغباتي ومع تفضيلاتي. اذا قدرنا احنا نعبر باستخدام البيرسونا ونجمع هذه البيانات باستخدام البيرسونا فهي بداية النجاح. طيب احنا قلنا هذا الفرد يعبر عن مجموعة خلفه، وهذا الفرد يعبر عن مجموعة خلفه، هذا الفرد المثالي وهذا الفرد المثالي، كل واحد بيعبر عن مجموعة، حتى انا ما بقدرش ان انا اتعامل مع الافراد كل فرد على حدة، هذا هي البيرسونا. طيب بنيجي نتكلم في هذا السلايد انه ايش البيانات الاساسية اللي يجب ان اجمعها، بنتكلم في البيو داتا، في عندي الاسم والصورة الشخصية حتى نعبر عن هذا الشخص حقيقي ويكون عندي بيانات موثوقة وبيانات دقيقة، ومن ثم العمر، الجندر اللي هو موضوع الذكر أنثى، المهنة والوظيفة، الجنسية جنسيته إيش جنسيته، طب الحالة الاجتماعية متزوج أعزب، بنتكلم المقولة الأكثر اهتماما أو المعبر عن احتياجاته، ممكن يكون عنده مقولة مقتبسة من شخص ما من كتاب ما، هذه المقولة إذا عنده مقولة تعبر لنا عن رغباته عن احتياجاته يجب أن نأتي بهذه المقولة ونكتبها في البيانات الخاصة في البيرسونا لهذا الشخص، ومن ثم الوصف، الاحتياج، الأهداف، المزايا التي تميز هذا الفرد، ما الذي يتمتع في هذا الفرد، ما الذي يوده، ما الذي لا يوده، ما الذي يرغب فيه، ما الذي لا يرغب في هذا الفرد. إذا جمعت هذه البيانات فأنا قدمت بيرسونا فعالة حتى هذه البيرسونا يبنى عليها أشياء أخرى في المستقبل القريب. بتمنى نكون إحنا وصلنا لهذا القدر. اليوم هذه البيرسونا موجودة معنا، بكرة هنتكلم في أداة أخرى إن شاء الله، الأداة الثانية تكون عندنا فيها قدرة أكثر في أدوات التحليل ويكون عندنا في تكاملية في الأدوات حتى نتقدم في تصميم تجربة مستخدم فعالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.